مثل ما قريته بالعنوان. Oh my god. أنا حامل ببيبي الثاني. Oh my god. إيدي عم ترجف كثير متوترة كثير فرحانة هيك كثير أحاسيس مختلطة. صار لي كم يوم بعرف بهالشيء. سياماند لحد هلا ما بيعرف. صار لي كم يوم مخبية عن سياماند هالخبر. لاني بصراحه حبيت اعمل شيء مختلف او افاجئ سياماند بخبر الحمل بطريقه مختلفه وبطريقه حلوه. صار لي كم يوم عم بفكر كيف بدي اخلي سياماند يعرف انه انا حامل بطريقه حلوه، فخطر لي فكره كثير كثير حلوه. حاليا عم بشتغل على المفاجاه. صار لي كم يوم عم بخطط لهالشيء من دون علم سياماند. طبعا كان كثير صعب انه اخبي على سياماند هيك خبر، لانه بصراحه انا من النوع اللي ما فيني اتحمل انه احط شيء بداخلي، وبالذات لما يكون هيك خبر كتير كبير وخبر بيعني لنا كتير انا وياه. فاليوم واخيرا اجى اليوم يلي راح اقول لسياماند انه انا حامل. كتير متوتره. او ماي جاد، ايدي عم ترجف واعصابي عم ترجف، كل شيء ما بعرف شو بدي اعمل. اوكي حاليا سياماند مو بالبيت. انا طردت سياماند، قلت له بدي احضر مفاجاه وما بدي اياك تكون بالبيت، بس طبعا ما قلت له شو هي المفاجاه. فسياماند حاليا مو بالبيت. انا رح ارتب كل شيء، رح يجوا ناس عمال كمان يساعدوني بترتيب زينه وكذا شغله. هلا رح اورجيكم كل شيء بالتفصيل. عم فكر اعمل مفاجأة هون. المفاجأة رح تتم بهالمكان بالحديقة. رح اعمل شيء كثير حلو، اتفقت مع عمال انه يجوا يزينوا لي الحديقة هون ويعملوا لي حائط مليان ورود وبالونات وكذا شغلة. العمال رح يجوا بعد شوي، يا رب ان شاء الله كل شيء يمشي مثل ما انا مفكرة، لاني ما بدي المفاجأة تخرب. واكثر شيء متحمسة انه اشوف رد فعل سياماند على هالخبر. اوكي طبعا من كم يوم حكيت مع شخص بيصمم الافلام، فيلم ديزاينر. هالشخص صمم لي فيلم قصير اللي انا وسياماند. ما راح احكي شيء، ما راح احكي شو هو الفيلم، بس المفروض انه سياماند يعرف انه انا حامل من خلال هالفيلم. فكتير متحمسه تشوفوا الفيلم انتو وسياماند، لاني كتير الفيلم طلع مؤثر، كتير حلو، كتير فيه مشاعر. فهلا انا حاليا بس عم بستنى العمال يجوا يعملوا الزينه، وبعدين يجي سياماند اشغل له الفيلم. ها اوكي شوفوا هون شو عم بيصير. او ماي جاد، شوفوا هون عم يتزين المكان. هلا بلشت تحضيرات المفاجأة. شوفوا شو حلو هون. حبيت اعمل نو اتس اوكي. هون حبيت اعمل جدار تبع هيك ورود، مليان ورود وحواليه بلالين كثير، فرح يطلع شيء كثير 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 حلو. متحمسة هلا بس يخلص بفرجيكم كيف شكله النهائي. شوفوا شو صار، الزينة كلها انفجرت وخربت من وراء الهواء. طبعا الهواء طير كل شيء. اوكي غيرنا الخطة. بعد ما الزينة خربت برا، قررنا انه نحط الزينة جوا الصالون لحتى ما يصير نفس المشكلة. حاليا عم يعملوا ويزبطوا الزينة مرة تانية. المساكين على فكرة كتير كتير زعلان عليهم، لأنه كتير اشتغلوا اليوم، كتير تعذبوا معنا. إن شاء الله هالمرة تضبط المفاجأة بعد كل هالعذاب. بصراحة كتير كتير تعذبت اليوم لأني كتير عم تصير مشاكل. فهالمرة إن شاء الله يا رب عم بدعي من كل قلبي إنه الأمور تمشي 100%. اوكي حاليا عم نركب البالونات. شوفوا المنظر طلع كتير حلو. بعد شوي رح نجيب طاولة ونحط عليها التلفزيون اللي رح يشتغل فيه الفيلم اللي قلت لكم عليه. فان شاء الله كل شيء يعدي على خير. واخيرا خلص كل شيء، الزينة خلصت، حطينا التي في، حطينا الطاولة. شوفوا المنظر، واو. وفي كمان بوالين بالارض، وشوفوا مين محجوز هنيك. هي شوفوا الميرا ما فيها تدخل، لاني الزينه ما بدي تخرب الزينه مره ثانيه تخرب، فاحتجزتها هون. ها بدها تدخل وتخرب الزينه. ما يصير، لازم نستنى بابا. اوكي نستنى بابا. المهم هلا صار كل شيء جاهز مثل ما عم تشوفوا، بس ظل سياماند يجي وتبلش المفاجأة وانا كثير متوترة. ما بعرف شو بدي اعمل عن جد. شوفوا مين لبس فستان. هي شوفوا ميرا كمان محتفلة بالمفاجأة اليوم. ها فرحانة.
حاليا كل شيء جهز وانا جاهزه من زمان. اتصلت بسياماند وقلت له مسموح يجي يدخل على البيت، فسياماند حاليا بالطريق. اول ما يدق الباب رح اشغل الكاميرا واحطها بوشه. بفكر انزل هذا الجدار لحتى تصير الدنيا ظلمه ويصير الجو سينمائي. او ماي جاد كثير متحمسه. ان شاء الله سياماند يفهم من الفيلم انه انا حامل وما يضيع كل تعبي على الفاضي. وراح اسكر الجدار الثاني لحتى البيت يصير كثير ظلمه. الفيلم طبعا هون جهزته. ما بدي افرجيكم شيء. شوفوا الجو صار سينمائي 100%. وميرا هون مو دريانه بشيء، قاعده عم تلعب. ها ماما شو عم بيصير؟ تم تا تا تم 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 تم. ممنوع تدخل، خليك مكانك. خليك هون اوكي؟ لحظة لحظة. شدها على عيونك. حاطط كمان واشدها شوت. ايه ملسم. شوفي. بالله حطها مع الكمامة. اوكي ما في داعي كمان. بس حطها ها منيح مشان ما تشوف. اوكي لا تغش. اوكي عم بشوفك. شو عم بشوف؟ في فراغ من هون. لا تكذب. ورجيني. اوكي اعطيني ايدك. give me your hand. لا هي ايدك. شوي شوي الطاولة. شوي شوي وقف هون. افتح الشال شوي شوي. شو شو عيد ميلادي مو عيد ميلاد ميرا. لا مو عيد ميلاد ميرا. شوفي احكيلي. ما فيك تحذر لاني صعب. لازم تشوف شيء. اوكي شوف انا هلا عامله فيلم. اوكي يا الهي كثير متوتره. انا عامله فيلم اوكي. ف هلا عم بفكر اشغل لك الفيلم وفي خبر بهالفيلم انت رح تعرفه. اوكي وترتيني بجد. ليش وقف هون بالنص؟ اوكي بس شغله. اوكي استني شو خليني احمل ميرا. خليني خف التوتر شوي. ليش متوتر؟ انا اللي متوتر. انا لازم اكون متوتره. اوكي يلا 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 شيلها. حكيتي لهم شد ميرا صايره مشاغبه. لك ليش؟ لك بابا سو اوكي جاهز؟ خلص وترتيني يا الهي. والله او ماي ما عم بتحمل. اوكي بس رح اقول اخر شيء اخر شيء. هذا الفيلم اوكي هذا الفيلم قصة حياتنا انا وانت. اوكي اوكي وبالفيلم في شيء سر لازم انت تكتشفه لحالك. اوكي طيب ماشي يلا 1 2 3
بدي اعطيك شغله كمان. شوف حيصير بيبي جديد. هذه فرحتك؟ هيك واحد بيعبر عن فرحته؟ عم تمزحي؟ لا ما في مزح صح؟ رح يصير عنا بيبي تاني. بصراحة هذا أحلى خبر اليوم أنا بسمعه، مع إنه اليوم شهد كانت مشنطتني مطالعتني برا البيت، ما فيني أدخل على البيت، روح على أي مكان بس لا تجي على البيت. خلال هالكم ساعة عملت لك مفاجأة ولا حاصرتنا هون وجو سينمائي وحاطط لي فيلم هون وعم بتابع الفيلم، عم بقول في شيء غريب، يعني كيف أنت هيك لحقتي تعملي هيك فيديو؟ شو هالفيديو الحلو؟ فيديو بجنن بجد؟ لا عم شوفي حكيتي قصتنا بس هيك بمختصر بدقيقة واحدة، وهون ميرا قاعدة ما عم تعرف شو عم بيصير حواليها. أنا مستغرب من شيء، كيف ميرا ما هجمت على هالبوالين وعلى هدول ما دمرت لك الدنيا كلها؟ أنا اليوم كنت محتجزتها هون. بصراحة ما بعرف لحد الآن أنا ماني مستوعب الموضوع، حاليا قاعد بس هيك استجمع قواي، يعني ما بعرف خبر كان هيك ما بعرف هيك هيك شيء مالي متوقعه. وبم على فكرة الشيء اللي عملته شهد هذا إنجاز، أنا بعتبره إنجاز لأن هي تحملت هذا الموضوع وما قدرت تخبرني، يعني مسكت حالة ما تخبرني حتى تعمل لي مفاجأة، لأن هي بالعادة شهد مو هيك طبعا أبدا، مو هيك كل شيء رأسا ما بتقدر تتحمل إلا بتحكي لي كل شيء. على كل حال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، بشكر الله وبحمده على هذا الشيء الحلو، وان شاء الله عائلتنا رح تكبر اكثر واكثر، رح تجينا هلا رح يجينا تجينا عمول تجينا. هذا وقت المناسب، خلص ميرا لازم يصير عندها اخ او اخت حتى تتسلى معه، ما بعرف بكره ان شاء الله ما تغار منه او تعمل له قتله او تعمل له قتله. تصوري. على كل حال هلا من هلا لازم نبلش نعمل تخطيطاتنا، لازم نعمل تجهيزاتنا، لازم نعمل كل القصص، نرجع من اول لجديد. تتذكري عن جد احلى شيء بالحياه هم الاولاد، ان واحد يكون عنده بيبي مسؤول عنه وعائله، ما بعرف هالشيء كثير حلو. جربنا هالشعور مع ميرا ورح نجربه هلا مره ثانيه قريبا ان شاء الله. لحد هلا انا ما عملت اي سونار، ما رحت على المستوصف او اي شيء. هلا انا حضرت لك 100 مفاجاه، اوكي؟ حضرت لك فيلم، حضرت لك خبر بجنن. بشو رح تكافئ انت؟ خلص اطلبي وتمني، شو بدك؟ شو بدك بصير اليوم؟ اي شيء؟ شو بدك بصير؟ أيوه. بس مو تقولي لي جلي. لا لا بدي نتعشى عشا رومانسي برا اليوم. خلص اوكي. احنا هلا حاليا طالعين مطعم اللي احنا رايحين عليه قريب من بيتنا كثير، هذا هو المطعم. فمشان هيك نحن رايحين مشي مو رايحين بالسيارة مثل ما عم تشوفوا، بيتنا هون والمطعم هون. يس هذا احلى شيء، يعني هذا احلى شيء. تخيل مسكر وما ناكل. تخيلي شوفوا شاهد كيف عم تتامل المطعم عن جد. هيك صوت البحر، شوف غروب الشمس هلا. لا 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 فعلا جو هون رومانسي، شوفوا البحر شو صاير فيه. انا داخله اكل. استني شوفي بنقعد باي مكان هون هيك على البحر. لا بجد رومانسي. اوكي يلا حاليا شهد بلشت اكل وانا نسى لحد الان اكلي ما اجا. انت طلبت اكله صعبه، طلبت سمكه هالكبرى كيك وبتاخذ 40 دقيقه لتستوي على الفحم، فحمل ودير بالك تاخذ شو. على فكره انا ممنوع هلا اكل معاها. ماشي هل انت وصيت على سمك لازم تستنى سمكتك لما تجي. ليش شكلك بوحي انه انت نعسانه وتعبانه بعد كل التعب اليوم والمفاجآت وايفرثينج؟ بعد التعب ولا بعد كل هالاكل اللي اكلتيه انت؟ نحن يلا حاليا رجعنا على البيت، اليوم كان متعب، اليوم كله كان مفاجآت. شكرا كثير لك على هالمفاجأة حلوة، بصراحة أحلى مفاجأة أنت بتعملي لي إياها لحد الآن. والله؟ مع إنه شاهد ولا مرة عملت لي مفاجأة. خجلتي؟ ولا مرة عملت لك ولا مرة عملت لي مفاجأة مثل هي. مثل هي ايه. على كل حال هيك وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم كمان مفاجأة شاهد. نشوفكم فيديو جاي، نحن بنحبكم كثير كثير، يلا باي.